السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسأل الله لنا فعلا أن يديمها وأن يسر لنا أمرنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله في عليائه أن يغفر لنا الزلات والسخطات والهنات. ما زلنا مع سنن أبي داود. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. ثم يعني سأذكر لك الأحاديث والأثار النبي المختار التي تثبت لك حكم الرجل الذي يجدد الوضوء من غير حدث، يعني على طهارة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد يحيى بن فارس هو محمد يحيى بن الذهلي، وهو من الثقات الأثبات، من النبلاء، قرين الإمام أحمد، كان يراجع الإمام أحمد، وكان شيخا للإمام البخاري، لكن أخذ عليه أنه يعني حسد الإمام البخاري واختلق عليه هذا القول بأنه يقول بخلق القرآن، لأنه عارض الإمام البخاري وعارض عليه الأسناد، فوجده يمر فيه كالسهم، والمتن فوجده يمر فيه كالسهم. وحقا البخاري تقدم الناس بأسرهم، فجاء في نفسه ما يجيء فيه يعني الناس، عوام الناس، لكن الله جل وعلا يغفر له ويحفظ ويشكر له حسن صنيعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. ومع ذلك كان الإمام البخاري يروي عنه، لكن كان لا 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 ينسبه، أو كان ينسبه لجده حتى يعمي. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري. المقري هذا من الثقات الأثبات، روى له البخاري ومسلم وأيضا الترمذي وابن ماجه، يعني الجماعة إلا النسائي. قال: حاء، حول الإسناد وأتى بشيخ آخر. نعم. قال: وحدثنا مسدد. مسدد بن صرهد طبعا تعلمون أنه لما قابل بعض العلماء وقال: ما اسمك؟ قال: مسدد بن صرهد بن صربل. وأتى يأخذ قال: اسكت، هذا ليس اسم إنسان، هذا إيش؟ رقي العقرب. أنه من الثقات الأثبات، من الفحول، روى له الجماعة. قال: حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس من الثقات الأثبات، روى له الجماعة، يروي عن جده أيضا، تفضل، عن أبيه عن جده. قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، وهو ابن النعم ابن أنعم. ابن أنعم الإفريقي، وهذا اختلف فيه، يعني بعضهم وثقوا، الحق أن الاختلاف فيه ليس بالهين، لأن محمد بن يحيى بن سعيد القطان وثقه، وابن عين ضعفه، وكثير من العلماء ضعفوه، والراجح أنه ضعيف، الراجح أنه ضعيف وهو علة الحديث. قال أبو داود رحمه الله: وأنا لحديث ابن يحيى أضبط عن غطيف، وقال محمد بن أبي غطيف الهذالي، قال: كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر، تفضل. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو يعني من خيار الصحابة الأثري التقي النقي، الذي قال فيه سلم: نعمل العبد، أو نعم الرجل عبد الله لو كان له من الليل. قال: فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، ثم نودي بالعصر توضأ فقلت له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات. قال أبو داود: وهذا حديث مسدد وهو أتم. باب ما ينجس الماء. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء. أبو كريب، ومر علينا كثيرا من الثقات الأثبات، سروا له الجماعة. وعثمان بن أبي شيبة. وأخوه أحفظ منه، أبو بكر بن أبي شيبة، لكنه أيضا من الثقات، وما قيل فيه أنه لا يحفظ القرآن فيه نظر كبير، فيه نظر كبير. والحسن بن علي. والحسن بن علي الحلواني هو من الثقات الأثبات، من رجال الصحيحين، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. وغيرهم قالوا: حدثنا أبو أسامة. محمد بن أسامة من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن الوليد بن كثير. الوليد بن كثير قال علمونا وثقة ثبت، روى له الجماعة. عن محمد بن جعفر بن معين. ابن معين قال: ثقة وثاق وتوثيقا راقيا. نعم. عن محمد بن جعفر بن الزبير. محمد بن جعفر بن الزبير هو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. أبو حفص، عبد الله بن عبد الله بن عمر أبو حفص، ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. عن أبيه.
عن أبيه عبد الله بن عمر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا هو من خيار الصحابة الأثرية الذي ما كانت ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعمل بها، أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال أبو داود رحمه الله: وهذا لفظ ابن العلاء. وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر، قال أبو داود: وهذا هو الصواب. محمد بن عباد بن جعفر، قال عثمان والحسن عن محمد بن عباد بن جعفر، كان هنا الأول قال محمد بن جعفر بن الزبير، لكن هنا قال محمد بن عباد بن جعفر. عامة محمد بن عباد بن جعفر ثقة ثبت، قال ابن سعد: كان كثير الحديث ثقة، كان كثير الحديث ثقة. طبعا أنت كلمة كان كثير الحديث توثيق، يعني كلمة كثير الحديث توثيق، يعني معناه أنه طلاب للحديث، فإن كان طلاب للحديث فهذا توثيق. طيب، ولكن هو يعني يحتاج إلى تعضيد، فلذلك لما يقول ويصرح ويقول ثقة هذا أتم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل من قري، هو من رجال الصحيح ثقة ثبت رواه الجماعة. قال حدثنا حماد، حماد بن سلمة من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال حاء، قال وحدث، حول الإسناد بشيخ آخر. نعم. قال وحدثنا أبو كامل، أبو كامل الجحدري فضيل، وهذا مررنا عليه كثيرا أيضا الإخوة، لابد أن تحفظ هذه الكنة تساعدها جدا رواه الجماعة. قال حدثنا يزيد، يزيد بن زريع ثقة ثبت رواه الجماعة. عن محمد بن إسحاق، من الثقات من رجال الكتب الست. عن محمد بن جعفر الذي مر علينا، محمد بن جعفر بن الزبير ثقة ثبت رواه الجماعة. قال أبو كامل ابن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبيد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أيضا عبيد الله بن عبد الله من الثقات، كعبد الله بن الثقات، ليس الحفيد والابن هنا، حفيد المكبر المصغر، المصغر هو الثقة والمكبر هو إيش؟ ضعيف، مفهوم؟ عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من العبادلة الأربعة روى له الجماعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة فذكر معناه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل، قال حدثنا حماد، قال أخبرنا عاصم ابن المنذر، عاصم ابن المنذر روى له أبو داود وابن ماجة، وأنت إذا رأيت أنه ما يروي له إلا ابن ماجة فاعرف أن الضعف يلوح إيش فيه، فهو حسن الحديث لم يكن تمام الضبط. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. قال أبو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم. نعم، وقف عن عاصم، حماد بن زيد وقفه، وأيضا ابن علي إسماعيل بن علي وقفه كما قال الدرقطني، وسيأتي في الكلام على الحديث. الباب الأول باب الرجل يعني يأتي بالوضوء عن غير حدث، وروى فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه: من توضأ عن طهر كتب له عشر حسنات. هذا الحديث من باب الفضائل، هذا الحديث من أبواب الفضائل، وهو يبين لنا فضل الوضوء على طهر. أولا عندنا أدلة عامة تثبت فضل الوضوء وفضل البقاء على الطهارة، بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الإيمان، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وأيضا قد قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، العلماء يقولون يحب المتطهرين الذي يعني يكثر من الوضوء والطهارة، والذي يأتي بالطهارة على الطهارة، يعني لم يكن فيها فائدة إلا محبة الله جل في علاه، فهذا الفضل العظيم، لأن الله جل في علاه إذا أحب عبدا رقى سماه، أو أن الله تعالى وفقه وسدده كان معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، وينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ويكتب له القبول في الأرض. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله
التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأكره مساءتي. كل ذلك أنه لو اعتاد الوضوء صار محبوبا لربه جل في علاه. وهنا الحديث يقول بأنه لو توضأ على وضوء له 10 حسنات. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث سنده ضعيف، ولكن نتسامح في مثل هذا في باب الفضائل. وعلة الحديث عبد الرحمن بن زياد الإيش الأفريقي، فهو ضعيف، فابن أنعم الأفريقي فهو ضعيف، فالسند فيه ضعف، ولكن كما قلنا المعنى صحيح، بل وأصول الشرع تعضد ذلك. وقوله من توضع على طهر كتب له 10 حسنات، هذا من التأصيل العام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن الله جل وعلا كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، قال فمن هم بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 إلى 70 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال من هم بحسن فلم يعملها فاكتبوها له حسنة إلى آخر الحديث. لكن هنا الأصل أنه قال من هم بحسن فاكتبوها بـ10، فهنا كأنه يقول بـ10 حسنات. بعض العلماء يأخذها على ظاهرها، يقول من توضأ على طهر فله 10 حسنات، فله 10 حسنات. وجمهور العلماء يرون أن تأويل ذلك بأنه 10 أعمال، يعني من توضأ وضوءا على طهر كأنه توضأ 10 مرات، يعني توضأ 10 وضوءات، فيكون الفارق بينهما بأن الوضوء له أجر معين، فيكون هذا 10 أضعاف هذا الأجر للوضوء. أما إذا قال 10 حسنات فهم 10 حسنات فقط، هذا الأصل الذي الفارق بين الفهمين. من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات، وهذا خير كبير، فيه استحساس واستنهاض الهمم إلى تردد الوضوء، ولأن الطهارة دائما تفيد المرء في أمور كثيرة. الأمر الأول كما قلنا أنها محبوبة لله جل في علاه، فهي قربة لربه جل في علاه. الأمر الثاني فيها النظافة، وديننا دين النظافة، والحق بأن هذا من حسن الهيئة وتطبيقا لقول الله جل في علاه خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأيضا ندخل تحت قول الله تعالى وثيابك فطهر، وإن كان الأمر على الظاهر فهو أيضا على الباطن. وفيها أيضا استعمال الماء في محله شكرا لله جل في علاه على النعمة في مسألة الطهارة. هذا بالنسبة للباب الأول. الباب الثاني والباب المهم جدا هو باب قال باب ما ينجس به أو ما ينجس به الماء. وذكر فيه حديثنا السلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو قال لم ينجس. الحديث قال أنه أن السلام سئل في رواية سئل عن بئر بضاعة، حديث ابن عمر، ولكن في الحديث الأول سئل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعني عن هذا الحديث عن ابن عمر أيضا، أن السلام سئل عن السباع، أنوب السباع وغيرها من الحيوانات والدواب البئر، فقال السلام إذا بلغ الماء إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الأول فيها فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يعني لا يتركون شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا يسألون عنها، إلا وهم يسألون عنها، فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم من أجل العلم والتعبد، ثم نشر ذلك بين الناس كما قال أنس في ذلك، وكانوا ينتظرون السؤال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيدون هم، وأيضا ينشرون ذلك بين الناس، فكانوا يقولون السباع تنوب هذه البئر هذه المياه. طبعا إذا سألوا عن ذلك معلوم أن السباع إذا وردت الماء عندما ترد الماء فإنها تشرب، يبقى السؤال هنا عن سؤر السباع، وأيضا عن يعني أجلكم الله أن السباع تبول أيضا وتذهب وتريق على هذه البئر. وإن كان في بئر بضاعة الحديث أصرح من ذلك، قال يكون فيها النتن والكلاب وفيها أيضا المحايد يلقى في بئر بضاعة، ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هل هذا على الطهارة أم لا، فهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كما قلنا فيها فضيلة الصحابة أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم للتعلم والتعبد وما يصلح لهم من العبادة وما لا يصلح. ولذلك علماؤنا يقولون إن المرأة لا تصح عبادته بحال من الأحوال حتى يعلم ما لها ومخرجها ومدخلها. ولذلك بعض العلماء منهم الشوكاني وابن حزم يراني بأنه لا تقليد وأن التقليد مذموم في كل حال، لكن الحق حتى المقلد لابد أن يسأل قبل أن يتعبد الله جل في علاه، لأن العبادة لا تصح إلا أن تكون فيها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لقول الله جل في علاه من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الغرض المقصود هذا من فضل الصحابة المسألة الأولى بأنهم لما قالوا يعني تنوب السباع، فتنوب السباع هذا السؤال كما قلنا على قضاء الحاجة في هذه الأنهار أو في هذا البئر وأيضا سؤر البئر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب بأوسع من السؤال، وهذا من جواب الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان الماء قلتين، اختلف العلماء اختلافا عظيما في مسألة القلتين، وإن كان العرب قد قدروها تقديرا، وهذا الحق الذي يرد من قال وأعلى الحديث بالاضطراب.
قالوا القلال هي قلال هجر، وهذه التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لما صعد إلى سدرة المنتهى ورأى ورق الشجر في الجنة شبهها بقلال هجر، فهي مشهورة جدا عند العرب. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتين، أول ما يبادر إلى الذهن هو قلال إيش؟ هجر. فهذا التفسير بها كما قال الشافعي أفضل التفسير بها، وتفسير بقلال هجر. لكن اختلفت أقوال العلماء في ذلك، فبعض العلماء من الأوزاعي قال ما تقله اليد هي القلتين، هي من القلتين، وقال إسحاق هي 9 قرب، وبعضهم قال هي الجرة الكبيرة، القلة هي الجرة الكبيرة. هذا إبراهيم النخع من الكوفيين قال بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين، يعني الماء على لقلتين، وأبي بضاعة كان فوق القلتين أو في القلتين، وأبو داود كان يقول بأنه يعني زرعها فكانت 6 أذرع عمقا و6 أذرع يعني طولا وعرضا، 6 أذرع هذه حمل القلتين. و9 قرب قاله الشيخ الإمام إسحاق ابن راهوي، قال لم يحمل خبث، لم يحمل خبث يعني يدفع الخبث، كما قال الله جل في علاه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني إيش لم يحملوها؟ يعني أنهم لم يقبلوها لكنهم دفعوها، كما قال الله تعالى في الآيات الأخرى أنهم جعلوها إيش؟ خلفهم ظهريا، خلفوها خلفهم ظهريا. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث يعني لم يقبل الخبث، دفع على نفسه، وهذه قوة، هذه القوة التي الله تعالى منحها للماء. لذلك لا يمكن الطهارة إلا بالماء على قول جمهور المحققين، لأن الله تعالى جعل فيها صفة ليست في المائعات، هذه الصفة أنها تدفع النجاسة، تدفعها وتدفع عن نفسها. لذلك الماء كما قالوا في الماء، قالوا الماء بالمكاثرة يطهر، الماء بالمكاثرة يعني الماء النجس الذي وقعت فيه النجاسة وكان قليلا، إذا تكاثر إذا أكثرت الماء إلى قلتين فإنه يدفع عن نفسه إيش؟ الخبث والنجس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث يعني لم يحمل النجس بل يدفعه، فيها دلالة على أن السلام جاء ضمنا في الجواب بأنه على الطهارة، وأنه أيضا بيّن له أن هذا الماء له معيار، إذا كان المعيار وصل إليه فإنه على الطهارة. المهم الحديث الثاني في نفس الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس، إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. الحديث الثاني فيه إشكال، ما الإشكال الذي فيه؟ قال إذا كان الماء قلتين لا ينجس، إيش الإشكال؟ في إشكال في هذا الحديث، هو الإشكال في إيش؟ وقال لا ينجس، إما عن ذلك هذا عموما لا ينجس ولا هو ينجس؟ لا، هو سينجس إذا تغير الطعم أو اللون أو الرائحة سينجس بالإجماع، صحيح ولا لا؟ يبقى هذا من باب العموم الذي يراد به إيه؟ الخصوص، هذا العموم الذي يراد به الخصوص. قول مسلم إذا كان الماء قلتين لا ينجس، فهذا عام يريد به الخصوص، يريد به الخاص، يعني هو لا ينجس إن لم يتغير، فإن تغير ينجس، مفهوم؟ طيب هذا الحديث حديث عظيم جدا في قول مسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لم ينجس. والعلماء قالوا كما قلنا في قلتين أقلال هجر، وكما قال أشهر العرب ذلك وهم أهل الحجاز يعلمون هذا. عامة الإمام الطحاوي رد هذا الحديث، رده ردا ليس جميلا، وقال بأن القلتين الكلام على القلتين بقلال هجر، قال بأن القلتين يقول بأنها غير محددة وغير مقدرة، ولا يمكن الحديث عن السلام أنه يأتينا بشيء ويحيلنا على شيء ليس إيه؟ ليس بمقدر وليس بمحدد، وهذا خطأ بين، بل هذا جهل أصلا، هذا خطأ بين. الإمام الطحاوي رد الحديث ويغفر الله له، إمام عالم نبيل كريم، وهو يعني من نبلاء الأحناف، كفى أنه ابن أخت المزني الشافعي. الإمام الطحاوي علم من أعلام المحدثين الأحناف، لكنه رد الحديث كما قلنا ولا يقبل رده لهذا الحديث، ومن ضعف الحديث أيضا لا يقبل تضعيفه الحديث كما قال ابن عبد البر وغير ابن عبد البر، دفاعا على مذهب المالكية في هذا الباب. عامة قال قلتين، قال أن السلام لا ينجس، لا ينجس. إذن عندنا الحديث له منطوق وله مفهوم، وقال بهذا الحديث بمنطوقه ومفهومه الإمام الشافعي، ومعه الإمام أحمد أيضا. فالشافعية والأحناف والشافعية والحنابلة والأحناف قالوا بالتفريق في مسألة النجاسة إذا وقعت في الماء، قالوا بالتفريق بين القليل وبين الكثير، بين القليل، هذا في الجملة في اتفاقهم بين القليل وبين الكثير، التفريق بين القليل والكثير، واختلفوا فيما بينهم. فأما الأحناف فقالوا معيار أو مقياس أو مقدار القليل من الكثير أنك إذا حركته من طرف يتحرك من الطرف الآخر، هذا الذي عند الأحناف في معيار القلة والكثرة. أما الشافعية والحنابلة قالوا معيار القلة والكثرة هو
القلتان، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين، حدد إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث لم يندس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى معيارا له مقدارا وهو أن يبلغ القلتين، وكما قلنا هي بقلال هجر وتصل إلى 9 قرب كما قال إسحاق ابن راهويه فهي محددة. فقالوا المنطوق هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقعت النجاسة في الماء الذي بلغ قلتين لا يندس بشرط وقيد، ما هو بسرعة أنه لا متغير له طعم ولا لون ولا رايح إبادة لا ينجس، في نجاسة أنا متيقن فيه نجاسة، قطرة خمر وقعت فيه على قول الجماهير أهل العلم الذين يقولون بنجاسة الخمر، قطرة خمر وقعت في الماء القلتين فلن تغير منه طعما ولا لونا ولا رائحة، أنا متأكد بوجود النجاسة في هذا البئر، ومع ذلك فإنه يحكم بطهارته يغتسل منه بل ويشرب أيضا ويتوضأ منه ويحكم له بالطهارة لا بالنجاسة طالما لم يتغير طعم ولا لون ولا رائحة. لما؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا المنطوق. المفهوم قالوا أما المفهوم إذا كان أقل من القلتين فوقعت فيه النجاسة إيش؟ نجس ونجس، طالما قلنا لا ينجس على العموم إذا نجس على العموم، تغير أو لم يتغير، تغير أو لم يتغير، لأن هم لما قالوا على الإجماع قلنا الإجماع في بعد القلتين في التغيير، أما في غيره فهنا مفهوم الحديث إذا لم يبلغ الماء القلتين نجس، وهنا نجس على العموم يعني تغير أو لم يتغير، قال إذا لم يبلغ الماء قلتين ووقعت فيه النجاسة نجس، تحمل النجاسة تحمل الخبث، فقالوا إذا نجس، وهذا المفهوم وعضدوا هذا المفهوم بأدلة كثيرة، منها أولا حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبعا ويعفر ثمنه بالتراب، قال طهور في الرواية الأخرى طهور إناء أحدكم، يبقى طهور إناء أحدكم طهارة إناء هذا إناء المرء إذا ولغ فيه الكلب، يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الإناء بإيش؟ بأنه يحتاج إلى الوضوء، الإناء طبعا إذا وقت الصلاة جاء صحيح؟ لا، يبقى معنى إيش الطهور بقى معناه؟ هل الطهور معناه أنه بيرفع الحدث عن الطبق؟ بيرفع الحدث عن الإناء؟ ما معنى الطهور هنا؟ أنه هو يرفع النجس والخبث الذي وقع فيه، يبقى إذن والنجاسة من وين؟ من ولوغ الكلب، من ولوغ الكلب وهي لا تظهر، ولذلك سمعنا قال فليرقه عموما إطلاقا، فليرقه سواء كان نجسا أو كان طاهرا، هذا الأصل يعني طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ويعفر الثامنة بالتراب، ويعفر الثامنة بالتراب، هذا الأصل في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه فيها دلالة أن النجاسة لو وقعت وإن لم ترى وإن لم تظهر وإن لم تغير طعما أو لونا أو رائحة فهي على النجاسة، والحديث يساعدهم على ذلك. طيب إذن هذا الباب على ما بينا في الدليل الأول. الدليل الثاني يستدلون أيضا على ذلك، الدليل الثاني يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها أو يغسلهما ثلاثة. هنا العلماء يقولون ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال حتى يغسل به الغاية؟ قلنا هو مظنة النجاسة كما قال الشافعي، قال كانوا عمال أنفسهم وكانوا يستخدمون إيش؟ الإنقاء بالحجارة، كانوا يستطيبون بالحجارة والحجارة تزيل العين ويمكن أن يبقى الأثر، فقالوا إذا نام ويعني عرق الإنسان ممكن يده تعبث فتذهب إلى مكان من هذه الأمكنة فيعني تمس الأثر، فهذا يكون في بعض النجاسة اليسيرة جدا وأنه لو وقعت الماء لا يرى، ومع ذلك احترازا قال سلام لا تضعه في الإناء حتى لا ينجس الماء، في دلالة على الاحتراز وأنه مؤثر، وأنهم ذلك قال حتى يغسلهما ثلاثا، وأيضا يعني هذه الأدلة ظاهرة في هذا الباب الذي يستدل به الجمهور. والمالكية خالف ذلك، المالكية وروى عن أحمد أيضا رجحها ابن قيم وابن تيمية، رجح هذا القول للمالكية، وبعض الشافعية كالغزالي وغير الغزالي يتكلم بهذا أيضا، قالوا بأنه لا تفريق بين القليل والكثير، لا تفريق بين الكثير والقليل والكثير، الماء هو الماء والماء طهور لا ينجس شيء، لأن مثلا لما سئل عن الماء قال الماء طهور، الماء ألف ولام تعم القليل والكثير، الماء طهور لا ينجسه
شيء. وهؤلاء لهم أدلة أيضا. طبعا وجه الدلالة وجه الدلالة معلومة، وجه الشاهد الماء، وجه الدلالة تفضل أستاذ عبد الله يا صاحب متن أبو الشجاع، وأنت جالس تترك الدروس عشان تدخل متن أبو الشجاع، لن تدخل متن أبو الشجاع وبعد ذلك لا تستمر في الدروس. هذا تلبيس الشيطان عليك. الذي يتقاعس يقول أنني أريد أن أراجع مادة كذا وأذاكر مادة كذا، الشيطان يلبس عليه ويريد أن يجعله يتقاعس عن المجالس حتى يفوتها مرة ثنتين ثلاثة، وبعدما يعتاد على التفويت يفوته المجالس ويفوته إيش؟ الدراسة. إياك إياك أن تلعب بك. مجلس العلم لا عد له، لا عد له، لا يمكن أن تدخل إلا بذلك. ها وجه الدلالة يا بابا، ما أنت لو كنت بتحضر كنت علمت الفرق بين وجه الشاهد وجه الدلالة. أرأيت أينفعك هذا؟ طيب دكتور سامع؟ سامع مش مهندس؟ انت تدبي الجابة لكن مش هادة تحللها. ليش؟ عشان التقاعس وعدم الحضور المستمر. الألف واللام، ألف واللام ايه؟ استغرقية. يبقى إذن الماء، الماء قليل أو كثير، الماء طهور. يبقى قليلا كان أو كثيرا فهو طهور. الماء طهور لا ينجس شيء. طبعا لا ينجس شيء إلا من غير من طعم أولا أو روح. وطبعا كما قلنا هذا الحديث ضعيف ولكن الإجماع على ذلك. فإذا عدم التفريق بين القليل والكثير وهو قول اختيار كثير من الشافعية وروي عن أحمد وهو قول المالكية، وانتصر لها جدا ابن عبد البر كما في التمهيد. فقالوا بأن هذا هو الأصل وهذا هو الحق. وطبعا أطال النفس جدا الإمام ابن القيم على الانتصار لمثل هذا المذهب، قال بأن الأصل أنه عدم التفريق بين القليل والكثير. ثم بعد ذلك استدلوا لهذه أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس في المسجد وجاء أعرابي فسلم عليه ولم يسلم على الصحابة، وذهب إلى ناحية المسجد فقضى حاجته فبال في ناحية المسجد، فقام وهم الصحابة به ليوقعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولاته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا، هذا الشاهد سيأتي، صبوا على بوله ذنوبا من ماء، أو قال سجلا من ماء. قال الذنوب لا يمكن أن يبلغ، لا يبلغ بحال من الأحوال القلتين، ومع ذلك حكم سلم بطهارة الأرض بهذا الذنوب. ففيها دلالة واضحة جدا على أن القليل أصالة أو الكثير، المسألة فيها على مسألة التغيير. معايا؟ مفهوم؟ وأيضا استدلوا بأن سلم لما بال الطفل في حجره أتبعه نطحا بالماء أو رشا بالماء، فقالوا هذه دلالة واضحة جدا على أنه لا تفريق بين القليل والكثير. ثم بعد ذلك الذين قالوا بهذا ردوا على الجمهور الذين يقولون بالتفريق بين القليل والكثير. فالرد أنهم ردوا الحديث، ردوا حديث إذا بلغ الماء، لأنه صراحة يعني من ناحية النظر يعني ابن القيم برع في هذا لكن لم يصب في القول، ولا من ناحية الأثر، فهم جاءوا للأسناد في المد في الحديث وردوه بعلل، علل منها العلل الوجيهة ومنها علل ليست بوجيهة، فقالوا الحديث مضطرب، حديث مضطرب فردوه، والمضطرب لا يحتج به، حديث مضطرب إذن لا حجة لكم فيه. وقالوا الاضطراب ليس في السند فقط، بل اضطراب في الإسناد واضطراب في إيش؟ في المتن. اضطراب في الإسناد واضطراب في المتن. فالاضطراب في الإسناد أولا لو أنت نظرت الحديث، الحديث مداره على الوليد بن كثير، هذا الوليد بن كثير الذي قال فيه ابن معين ثقة أو ثقة روى له الجماعة. الوليد بن كثير الحديث بأسره على مداره، على مدار الوليد ابن كثير. شوف هنا الاضطراب عندهم أنه رواه تارة عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، هذه قالوا بإذا شيخه فيه محمد بن جعفر، محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله ابن جعفر، طيب ابن عمر، وهذا بالنسبة للإسناد الأول. ثم رواه بعد ذلك جاء أيضا عن الوليد ابن كثير وقال عن محمد ابن عباد ابن جعفر، الشيخ الأول قال محمد بن جعفر بن الزبير، الثاني قال محمد ابن عباد ابن جعفر. طيب قال الأول محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله ابن عمر، عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر. ثم في الرواية الأخرى قال محمد ابن عباد ابن جعفر عن عبد الله ابن عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر. قالوا هذا اضطرابه الآن، هو رواه عن محمد ابن عباد ولا محمد بن جعفر بن الزبير؟ طيب وهل الرواية عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر ولا الرواية عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر؟ أوجب لهم اضطرابا. وأيضا الحديث عله بعض العلماء منهم البيهقي ومنهم أيضا
يعني الدارقطني قالوا بوقفه، لأن ابن علي وقفه، جاءت رواية عن ابن علي وقفه، وأيضا وقفه حماد ابن زيد، حماد بن زيد وقف الحديث ولم يرفعه. فلذلك قال علماؤنا بأن الاضطراب قد حام حول هذا الحديث. والحق بأن يحيى بن معين قال إسناد جيد، قالوا ابن علي لا يرفعه، قال إسناد جيد، وإن لم يحفظ ابن علي، إسناد جيد، ابن علي يحفظ طبعا هو حافظ، لكن قال هو إسناد جيد. وأما حديث حماد بن سلمة أو حماد بن زيد، حماد بن سلمة لا حماد بن زيد، أنا وهمت، حماد بن سلمة عن عاصم، حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. فيعني هذا الإسناد أيضا كان فيه وقف إلى عبد الله بن عمر وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والحق بأن الكلام على الاضطراب أنه لا اضطراب في الحديث، إذا الكلام على الاضطراب فأنه لا اضطراب في الحديث، والحديث صححه كثير من العلماء، ابن خزيمة وأيضا صححه الترمذي وصححه، وأيضا الدارقطني ورد أنه صححه، والبيهقي ورد أنه صححه. فالحق بأنه جمع من العلماء صحح هذا الحديث. وأما الاضطراب فليس باضطراب، لأن محمد بن جعفر بن الزبير شيخ الوليد بن كثير، ومحمد بن عباد شيخ الوليد بن كثير، وأيضا محمد بن جعفر يروي عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، وأيضا محمد بن عباد يروي عن عبيد الله ابن عبد الله. فإذا لنا نقول لا، الكلام ليس فيه اضطراب، بل للوليد شيخان، محمد ابن جعفر ابن الزبير ومحمد ابن عباد، ها ابن محمد ابن عباد ايضا ابن زبير ابن جعفر، فقالوا هذا الشيخ الثاني، ومحمد ابن عباد بن جعفر شيخه عبيد الله، ومحمد ابن جعفر ابن الزبير شيخه هو عبد الله. وإذا المسألة تسير على النهج السليم، وذلك صححه العلماء ولا 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 وليس فيه ثمة شيء، والصحيح الراجح أن الحديث صحيح. قالوا إذا قلنا هذه العلة موجودة في السند وقد انتفت عندكم وقد رددتم على هذه العلة، عندنا علة أخرى، هذا الإشكال الذي يرد بها الحديث. قالوا علة المتن، لأن في المتن جاء يعني قال إذا بلغ الماء قلتين، إذا بلغ الماء ثلاث قلال، إذا بلغ الماء 40 قلة. قالوا الآن هذا اضطراب هو عدم التحديد، وهذا الذي جر وحدى بالطحاوية أن يرده. إحنا الآن نقف على 40 قلة، نقف على قلتين، نقف على ثلاث قلال، الآن أي الحديث؟ فالصحيح الرجع في ذلك أنه أيضا لا اضطراب، لأن شرط الاضطراب عبد الله ما في، شرط الاضطراب ما في. بس أنا أكون ظلمتك لو أنا ما شرحناش، لكن لابد تسمع الموقظة باشمهندس، أنا مع المهندسين اليوم، مع المهندسين شرط الاضطراب مفيش باشمهندس، شرط الاضطراب سؤالي، شرط الاضطراب الآن لا يجيب إلا مهندس، لا يجيب إلا مهندس، العدد والعدة ممتاز. الشرط الأول هذا مهم جدا، الاضطراب أن يتساوى الروايات في القوة. الشرط الثاني عدم إمكان إيش الجمع، عدم هذا الاضطراب، الاضطراب يكون بذلك عدم إمكان الجمع. هنا لو نظرنا وردنا أن الأصل الحديث الذي ثبت أن المسلم قال إذا بلغ الماء قلتين، إذا كان الماء قلتين، وأما حديث ثلاث قلال حديث ضعيف شاذ لا يصح بحال من الأحوال، حديث 40 قلة أضعف من حديث ثلاث قلال، يبقى إذن الكفة لم تتساوى، الكفة هنا لم تتساوى، فيصح أن نقول بأن الحديث صحيح، وأن هذا اضطراب المتن اضطراب لا يؤثر بحال من الأحوال، بل دعوة الاضطراب غير مقبولة، دعوة الاضطراب غير مقبولة. وهذا الذي رد به المالكية كما قلنا على الجمهور في تبني التفريق بين القليل وبين الكثير. الراجح من القولين هو قول جماهير العلم من الشافعية والحنابلة والأحناف بالتفريق بين القليل والكثير، لا سيما أنه مفاد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين ما يحمل خبث. قبل أن نقول الراجح أيضا، هم لما احتجوا بالأثر احتجوا بإيش؟ بالنظر. وهذا الذي برع فيه ابن القيم، قال أنتم تحتجون بإيش؟ ما استدلالكم؟ استدلالكم بالمفهوم، أنتم تقولون بأن التفريق بين القليل والكثير بإيش؟ بالمفهوم، المفهوم اسكت عنه لا يعطي حكما، المفهوم اسكت عنه. أقول بأن الحديث قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، المفهوم إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث. قالوا أنتم تحتجون بإيش؟ بالمفهوم، والمفهوم اسكت عنه، لما أعطيتموه حكما؟ قلنا أنتم توافقوننا في حجية الإيش؟
المفهوم، فكيف تقول ما سكت عنه؟ لا، هذا بقى المسألة هنا بقى كأنك تذهب وتري لتعضد ملك. أنتم أنتم معنا أصوليا بحجية ليش المفهوم، سيبك الآن من الأحناف، أنتم معنا أصوليا تقولون بحجية المفهوم. يبقى المفهوم يقول إذا بلغ المقولتين، إذا لم يبلغ المقولتين حمل الخبث. قالوا طيب حتى لو قلنا بذلك، فرد عليكم بأن هذا المفهوم يخالفه المنطوق، ولا يقوى المفهوم على أن يقف أمام المنطوق. قلنا ما المنطوق؟ قال المنطوق الماء بالاستغراق. الماء إذا كان الماء قلتين، قول المسلم الماء طهور، الماء كل الماء، الماء طهور لا ينجسه شيء. فقالوا إذن ألزمونا، قالوا وأنتم توافقوننا عند التعارض والترجيح أننا نرجح القول على إيه؟ الفعل. صح، هذا ما نرجع القول الفعل. أنتم نايمين كم تناموا رايحين جايين، نقدم القول على المفهوم، نقدم المنطوق القول على المنطوق، نقدم المنطوق على المفهوم. قلنا والله حق، ونحن نقول بذلك، نقدم المنطوق على المفهوم عند التعارض ولا تعارض، إذ المفهوم خاص والمنطوق عام، والخاص لا يتعارض مع عام، فالخاص يقدم على العام. يبقى إذا المفهوم يخصص عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا يجوز شيء. قلنا الماء طهور إن بلغ القلتين، قلنا الماء طهور إن بلغ القلتين، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. أرد عليهم فيما استدلوا به، قالوا طب إحنا عندنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغ العربي أجلكم الله قال صبوا على بوله ذنوبا أو سجلا مما. قلنا رد عليهم يسير، في هناك فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. ورود الماء على النجاسة وهي فيها قوة الدفع، ويرد بدفع فإنه يدفع النجاسة، يدفع النجاسة، فالجرية الأولى تأخذ النجاسة تذهب بها، والجرية الثانية تأتي على محل إيش؟ طاهر، متصورين؟ فتأتي على محل طاهر، فالجرية جرية الماء الأولى تدفع النجاسة، تأتي الدفعة الثانية أو الجرية الثانية على محل طاهر. فقالوا إذن هناك فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. عند ورود النجاسة على الماء قال فلا يضع يده في الإناء حتى يغسل هما ثلاثة، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا ويعفر الثمنة بالتراب. وأما ورود الماء على النجاسة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء، لأنه له قوة يدفع به النجاسة، كما قلنا جارية تأخذ النجاسة وجارية أخرى تأتي على محل طاهر فتطهر المحل. هذا بالنسبة للحديث أو الباب الثاني والفوائد المستنبطة. الفائدة الأولى فضل التطهر، وهو أن الله تعالى يحب المطهرين، كما قال الله تعالى أن الله يحب المتطهرين ويحب المطهرين، ولذلك جعل مع الطهارة عشر حسنات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الفائدة الثانية المعيار، معيار الشرع والعرف. ذلك العلماء يقولون أنه الحد حد شرعي، وإلا فحد العرف، وإلا فحد الإيش اللغة. والعرف هنا كانوا يعرفون القلال بأنها قلال إيش هجر، خلال هجر، فإذا لا اضطراب في ذلك. الفائدة الثانية حجية المفهوم. الثالثة حجية المفهوم. نعم، قلنا الجارية هذه تأخذ النجاسة وتجعل محل طهيرة. طبعا طبعا في الرد عليه في ذلك أنا أقول المفهوم والمنطوق لا تعارض بينهما، الخاص والعام لا يتعارضان. نعم، لا، العرف اللغة آخر شيء، العرف أقوى من اللغة. نعم، شيء رأيت لما قال البراز والغائط العرف قدمها في اللغة. تفضل شيء. ضعفته، أنا أرجح التضعيف، أكثر العلماء ضعفوه. الإسناد يضعف. نعم حبيبي، اسم عبد الرحمن بن زياد بن أنعم حبيبي، الرجل ليس بالهين وحقا، بس أنت عض بنواز على ما أنت فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.